هون عم بيتم طبخ بكل حلة تقريبا أكثر من 20 كيلو. بعد ما يخلصوا الطباخين وتستوي الطبخة نحن بننقلهم لقسم ثاني هو قسم التبريد. مرحلة الثانية هي مرحلة التعليب. مرحلة التعليب هون المتطوعين كلهم عم نحاول نوزع من الصينية للوجبات مثل ما لكم شايفين بكميات متساوية. بعد ما نخلص نجي على مرحلة التغليف هو قسم التجميع. نحن هون بنجمع الوجبات وبيتم عدهم وفرزهم للأشخاص اللي بدهم يوزعون. هلأ رسالتي برمضان إنه ما في أحلى إنه تسمع صوت الأذان المغرب عم بيأذن وأنت بدك تشرب المي وتاكل وأنت عم تعرف إنه أكثر من ناس من أهل مدينتك هلأ معك بنفس الوقت عم تاكل وما في حدا جوعان. ونقول لكل أهل حلب خس الجوع. أول نهار كان عنا برمضان 1300 وجبة، ارتفعنا تاني يوم سابع يوم برمضان هو تاني يوم كان عنا 1800 وجبة. الوجبات عم بتتوزع بشكل عام للكل لأي حدا هو فعلا اجتهدوا طبخنا منقول له خسد جوع ومنقدم له إياه لأنه مثل ما قلنا رمضان بيجمعنا وبيجمع الكل.